نروح مرة تانية الملعب مباراة ولقاء مع رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي. الحمد لله على المكسب. واضح من ان احنا كنا مركزين من البدايه، جايين عارفين احنا عايزين ايه، وجايين عارفين ان الخصم اللي هنلعبه عامل ازاي، فكان التركيز عالي جدا. كنا حابين نفرح الجمهور اللي موجود هنا في السعوديه والجمهور اللي في مصر، لان انت في كاس العالم بتبقى ان الند بيبقى عالي بين الفرق وبعضها، وهو جيم واحد اللي يكسب اللي بيخطف بيعدي. فاحنا كنا مركزين ان احنا الماتش ده بالنسبه لنا يبقى حياه وموت، فكانت فرصه قويه لينا ان احنا من البدايه نبقى ضاغطينهم، ومن البدايه نبقى عايزين نجيب جون من البدايه عشان تفرق معانا، والحمد لله فرق معانا في ضربات الجزاء. شايف الاحتفالات طبعا الدنيا بايظه، فنكمل احتفالنا ونقفل على نفسنا كمان، يعني نحتفل النهارده ان شاء الله والجمهور يفرح ونتبسط، وعندنا ماتش مهم كمان يومين ان شاء الله. لا، التحدي ده حق مشروع بالنسبه لاي فريق، بس اللي بيثبت في الملعب هو اللي بيكمل. انت من حقك تتحدى اي فريق، من حقك انت عامل قلق ليه؟ انت عامل قلق ليه؟ مبروك على الجون، مبروك على الجون كابتن مصر. من حق اي حد مبروك يا حبيبي على الجون والله، مبروك. فببارك بقى طبعا امام، اول كاس عالم ومشاركه بجون، شعورك ايه بقى؟ لا انا اسعد واحد في الدنيا والله. الحمد لله، مبروك يا اخويا، مبروك. فالتحدي ده شيء مشروع، بس المهم زي ما قلت لك في الملعب انت بتنافس على المكسب، فانت ما بتتكلمش، انت بتشتغل بس، فده اللي احنا عملناه يعني. طبعا احنا شفنا الفيديوهات طبعا بتاعت فريق الاتحاد، طبعا الجمهور بتاعه ده انا دافع، كل الحاجات دي كانت سبب من اسباب الدوافع، ان يعني تبقى عندك متجدده وعندك روح وعندك اراده انك تكسب وعندك اراده انك تعدي المرحله دي، لان انت النادي الاهلي دايما كاس العالم اول ماتش ده بيفرق معاك. فكل الكلام ده كله كانت اللعيبه عارفاه وفاهماه وحاطاه في دماغها، ان اللي هيجيب جون هو اللي هيفرق معاك. لا دايما الكابتن الخطيب مش 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 مبروك، تعال تعال يا اخويا، مبروك مبروك يا حبيبي، مبروك احسن لاعب في المباراه يا عم، مبروك، يلا مبروك يا اخويا. فكابتن موجود، كابتن خطيب طبعا حاجه تفرحنا، وهو بيظهر في الاوقات المناسبه، وحابب ابارك لمروان طبعا، مبروك يا اخويا والله، عمل ماتش كويس قوي قوي. الجائزه دي والله للعيبه كلها، مش فيها بس الجائزه دي اللي جابتها اللعيبه كلها واللي بره قبل الجو. طبعا مبروك يا اخويا، تستحقها والله، قائد عظيم والله في الملعب بره، تستحقها يا اخويا والله، مبروك، وعقبال الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله. خد بقى، خدها عشان ايه، اكمل احتفالي مع اللعيبه، اكمل احتفالي مع اللعيبه، يلا خد الجايزه. تقيله قوي،